الصبية لما الحصان تحاول ترجع وراء. ذكرت سابقا ان في فرق بين حصان رقبته ثقيلة وبين حصان رقبته خفيفة بس جسمه ثقيل. يعني حصان خامل جسمه ثقيل فيه ثقل فيعطيك ما تريد بالرقبة بس جسمه بطيء فيعطيك ما تريد لانه خلاص يلا سلكت لك عطيتك تبغاه. لكن مجرد انك تعطيه امر بزيادة فرضا سرعة الرجوع للخلف على طول جسمه يسرع ويحترم الرقبة. فالحصان ما يقول لك لا برقبة الموزون لكن جسمه خامل او ثقيل فيعطاك ما تريد. من يوم تزيد الامر اللي انت تبغاه سواء توجيه او ترجيع للخلف او توقيف باليد نفسها الجسم بيصحصح ويلحق اليد. من يوم يكون مدرب خطا تلاحظ انك لما تامر انه يزيد لا الرقبه تبدا تثقب بسبب الجسم. فلو غلب الجسم خفه الرقبه وتحولت ثقيله معناته شغلك خطا. لو خفه الرقبه غلبت الجسم وصار الجسم خفيف هذا ميزه او هذا شيء ايجابي. بس ليش الحصان يسويها كحصان موزون؟ يعني حصان موزون وعارف ناوي دائما دقريوش قبل الشغل وغيره ليش مرات يثقل كجسم مو كرقبه؟ ثقل الرقبه زي ما قلت ممكن يكون متكي او ساحب فيبدو ثقيل مقارنه بالتفضيه لكن بالنهايه يبقى خفيف بسحبه وبتفضيته بتكيته مقارنه باللي خيم درب خطا. هذا لا نقاش فيها خفيف مقارنه باي حصان مدرب خطا لكن مقارنه بنفسه ممكن يعتبر ثقيل طالما انه تكى اذا فضى يعتبر اقل ثقل. هذا موضوع اخر. كان اتكلم عن الثقل اللي هو بالجسم رقبته خفيفه لكن جسمه شوي ثقيل ليش يستمر يسويها وهو موزون؟ او ليش يستمر يحاول يروغ وهو موزون؟ او ليش يستمر يخاف او يجفل وهو موزون؟ ليش يستمر الحصان ينطلق وهو ركب خطا؟ ليش الحصان يستمر في القفز باقي السرعه وغيره يعاند الراكب؟ ليش الحصان لما تعاقبه والمهره والمهره تعاقبه امه في البدوك يحاول ينحاش ثم يرجع يسوي الغلط مره ثانيه؟ لان طبيعته او غريزته الهروب فطبيعي يستمر في الشيء اللي يبغى يسويه. الفرد مدرب خطا يسويها بشكل قوي جدا ويشتغل عليك، يعني يستمر في التشنيع، يستمر في القفز، يستمر باشياء نجح في استعمالها عليك. المدرب صح يسوي اشياء ما استغلها عليك بحدود، يعني ما قلت لا بس جسمي خامل حتى ذي بتستقعدني فيها طبيعي يكون خامل، الجو مو بزين، مالي نفس، من متحمس الى اخره من حقه. اذا ليش الحصان مع انه موزون يسوي اشياء تبدو انها تعارض الوزن او انها ما تعارض الوزن من حقه يسويها؟ اهم شيء انه ما استغل علي. ثانيا اذا ما سوى الاشياء السيئه اللي ضد الوزن تماما تبغى حتى الاشياء اللي فيها محاولات بسيطه على قد ما يسويها مو منطق. فالخيل كلها بتستمر تجرب تخرج عن السيطره. الفرق مدرب زين يجرب بحدود وعلى استحياء ولن ينجح. المدرب خطا يجرب بشكل واضح جدا وينجح. فكيف طرق ركوب الحصان يستمر يجرب فيها التشنيع والقمص والروغان وينجح؟ تتكلم عن حصان ممكن في حالات معينه يجرب الخمول ضدك، يعني يرجع بس خامل. ومن يوم تقول له صحصح يصحصح. يفكر يروغ ويجرب ويفشل. ومن يوم ترده ينرد. يفكر يشنع ويشتغل التشنيع عليه، من يوم يفشل يجرب يفشل ويعطيك ما تريد. كيف تتكلم في النقطة هذه والحصان يسوي معك باستمرار أشياء تعتبر أطباع سيئة أو ينجح؟ مو منطق. إذا ليش الحصان يستمر فعل أشياء ممكن تعتبر خطأ بحدود؟ لأن ما إلا فعل الشيء ده طبيعته طبيعتك فيستمر يحاول يقاوم. الفرق أن المقاومة درجات. في خيل تقاوم. يلا يعني مرتجي يخاف من الشاحنة. رديت بسهولة عندك توجيه لها. وقمت أقفل شنع وطيحني. كيف تقارن محاولة الحصان ده بس بالجفلة وعلى طول وجهته وتقبل بحصان ثاني لو كان هنا شنع وطيحني بسهولة؟ إذا قدرت تجيب النتيجة هذه وبحثت عن درجة أحسن ممكن، لكن لما تبغى درجة أحسن في وضعي ونتيجتك أصلاً بكبرها أسوأ مني هذه مصيبة. شخص يبغاك تجيب امتياز وأنت جايب ممتاز ويدعي أنك جايب جيد جداً وهو أصلاً جايب ضعيف. إذا جبت جيد جداً كلمني في الممتاز، ثم إذا جبت ممتاز كلمني في الامتياز.